ما الذي يمنع تحقيق هذا الهدف، تطبيق دوري المحترفين في مصر حتى الآن؟ الحقيقة أنا في الملف ده من 2006 وأسمع كل سنة بنأجل، وكان في إسهامات كتيرة، في خبرات كتيرة في مصر، ويمكن أعتقد النادي الأهلي وكان بالتحديد المهندس خالد مرتجي كان ماسك هذا الملف، وتعملت لقاءات كتيرة وجابوا في رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا، وكل ده وقف. أنا في تقديري نشتغل زي الدنيا، نبدأ من حيث انتهى الآخرون. احنا لو شفنا اتحاد رابطة الأندية المحترفة، ده مقال من مقالات حضرتك كتبت دوري المحترفين لا حس ولا خبر، يعني في إطار اهتماماتك واللي عبرت عنها عبر صفحات الصحف المصرية، وكتبت في كل الاتجاهات في قضايا مهمة جدا رياضية، منها فكرة نجاح الدوري المصري وتعظيم إيراداته وتطبيق دوري المحترفين. تمام، ده فأنا بقول نبدأ من حيث انتهى الآخرون. لو شفنا تجربة الدوري الإنجليزي دي كيف بدأ وكيف تطور، كيف العوائد ابتدت والنهاردة فين، فدي كلها نشوف التجارب دي ابتدت ازاي. اول خطوة، يعني احنا ليه السؤال ما بنطبقش دوري المحترفين؟ يعني المفروض المسؤولين عن الرياضة حاليا يقول يسعوا، قد لو في مشكلة تطرح والناس يقول لهم ليه ما بنطبقوش. احنا دخلنا دلوقتي في اكتر من 14 سنة بتتكلم في هذا الموضوع، كتير جدا، في حين ان سبق يعني في دول عربية كتير والحقيقة عملوا بالمبدأ ده، جابوا لوائح من دوريات هم شايفينها مناسبة لهم وترجموها وابتدوا يعملوا عليها تطوير، وخلاص الدنيا استقرت، بقت في رابطة أندية محترفة، في اتحاد الكرة شغلته المنتخبات وكده، وخلاص، وفي الحكام، والدنيا ابتدت. مين اللي بيقاوم ده من وجهة نظر حضرتك؟ انا مش عارف الحقيقة، مش عارف، هل لان طبعا من الاول كده ما ينفعش، ما احترمنا يبقى المهتم بدور المحترفين هو من يمتلك هذا الملف او المؤهل لهذا. يعني حضرتك مثلا، انا بقول بنقول الرياضه صناعه والرياضه استثمار، هل شفنا اي مشروع في الدنيا كده جه ابتدى كده من غير لوائح ولا ميزانيات ولا دراسة جدوى ولا حاجة؟ ما ينفعش. هل ينفع ان احنا مع احترامنا الجمعية العمومية اتحاد الكورة يبقى أندية عريقة جدا لها صوتها زي مركز شباب او نادي ليس له اي مقاومات بيتكلم في كرة القدم؟ لا، غير من يملك هذه تصنيف الاتحاد اللي هنتكلم عن هندسة، في اتحاد المقاولين في تصنيف، ده درجة أولى وده درجة تانية وده درجة تالتة، لأن أنا كشركة مقاولين العرب مصنف، ما ينفعش أشتغل مع شركة عندها أوضتين وصالة. أنا مقاولين العرب الضخامة بتاعتها، فكل حاجة في الدنيا هي كده. إحنا ماشيين كده ليه؟ مش عارف الحقيقة. يعني هو المفترض من المهام الموكلة إلى اللجنة المؤقتة أو المسؤولين حاليا عن اتحاد الكرة انهم يقلصوا عدد اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد، وبالتالي لتاثيرهم في الانتخابات. المفترض ان دي من المهام الملقاه على عاتقهم. انا شايف مش هدي، لا مش هخلص، هخلصها باني معايير، ما انا هستبعد ناس هيهاجموني. خلينا نتكلم بصراحه، يعني واحد كان له صوت والصوت ده له قيمه وانت خدته منه، تفتكر يعني هيكون مفروض؟ ايه الصح؟ ايه المنهج اللي حضرتك شايفه؟ ان انا اطبق دور المحترفين، ادي النادي المحترف له معايير في الدنيا كلها معروف، حطها. من تنطبق عليه اهلا وسهلا، من لا يتطابق عليه يا اما بيروح لدوري الثانيه الدرجه الثانيه المحترف او الهواه، يعني مفيش حل غير كده. ما هو في معايير زي ما بقول لحضرتك كده، زي حتى انا بقول لك في المقاولات، ما ينفعش انا احط شركه المقاولون العرب زي شركه توصيه بسيطه لسه شغاله بتاع واقول دول يخشوا في المنافسه، ما تنفع ولا تستقيم. هتلاقي الأندية دي على طول بقى مستويات تانية خالص. أما يبقى دوري محترفين منه أنه هو هيبقى شركة، هفصله عن النشاط الاجتماعي، في ميزانية عمومية، ميزانية بتطرح زي ميزانيات الشركات، زي ميزانيات الشركات، يجب ألا تكون خاسرة. هل إحنا عندنا في هيئة الاستثمار أو الرقابة المالية ينفع شركة تخسر كل سنة وسايبينها؟ لا، هيقولوا اتفضل مع السلامة. هل ينفع ان انا وده على فكره هياثر على اسعار اللعيبه والتنافس وكله، لان انت
بتقول مش عملية مزايدة من فراغ، لأن أنت قدرتك كذا تقدر تجيب لعيبة بكذا واضحة، إنما مش هجيب بقى وربنا يسهل وبعد كده تتعصر انك تسدد مستحقات الاجهزة ومستحق موضوع تاني خالص. فده هيحطها في النظام صحيح. اما تعمل الكلام ده حضرتك هتهتم بالاستثمار. مفيش نادي هيخش في جدال وعارف انه هيأثر. ليه؟ لانه لا هيطلب تأجيل مباراة ولا هيطلب مش عارف ايه، لانه عارف ان في رعاة وفي بث تلفزيوني خلاص، في التزامات، في التزامات ولا هتدفع المساعدة. عايز تأجل ادفع. هنلاقي ان انا بشترك، يعني احنا شايفين ليفربول وكل أندية انجلترا بيلعب في كام بطولة فظيعة، كم رهيب، ما بيقدرش يطلب تأجيل، ما يقدرش يعمل الا اذا هم بقى تنسيق. لذلك لما نزل في بطولة رابطة الكاس، كاس الاتحاد الانجليزي، لا لا انديه المحت رابطة الانديه الابطال الاوروبي، لا انديه المحترفه البطوله الثانيه، لعب فريق تقريبا ثاني خالص، مفيش مشكله، مفيش داخل، انا مش داخل مفترض اكسب كله، لا انا مع سياسه النادي، انا السنه دي بدل عدد كبير جدا من اللاعبين في المباراه دي جدا وكلهم كانوا كويسين، تاني مباراه شالهم، مش كان كويس النهارده دي، لا ده له حاجه وده له حاجه. وهو ممكن من بيقول للاداره انا الكاس ده مش مركز عليه قوي، لان انا يهمني انا، يعني واضح للجميع ان كلوب عاوز يكسب الدوري الانجليزي، لانه خلاص خدوا الشامبيونز ليج ووصلوا الفاينل السنه اللي قبلها واللي بعدها خدوا البطوله، ومن سنه حاجه و90 فده الاداره متفهمه، اكسب ده ولا اكسب ده، فانت بتقول خلاص انت ركز على ده ولا مانع انك تكسب التاني. فبالتاكيد انا ما بقاش انا عندي 34 لعيب و30 لعيب ومش عارف ايه، وتلاقيني وعندي ناشئين وماسك في ال12، لو راح منهم 2 3